عكف معرض مراعي في نسخه السابقة على منح الأطفال مساحة واسعة عبر العروض التي يتم تنظيمها في كافة زوايا المعرض، وفي هذا العام منحهم الفرصة للاستمتاع بوقتهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم إلى المعرض. ضحكات وابتسامات طفولية جميلة ضجت بين أروقة مراعي وسط أجواء حماسية ومثيرة تخللتها العديد من الأنشطة المسلية كعروض الحيوانات بمختلف أنواعها والمسرحيات العالمية التي تم استقطابها خصيصا لمنح أطفال البحرين تجربة لا تنسى. احنا وايد نشكر الملك يقول لنا مسرحيات شون ذا شيب، وايد ناس يعني اللي صغار استانسوا فيه، ويابا كانوا يبيعون كلاب واشياء وكل من ين عليهم، يعني وايد وايد كيوت كذي، وفي جامبينج وكل من يعني قاعد يلعب ويستانس. شفت معارض حلوه وجميله، واكثر حيوان حبيته الخيل، وين حلو، وباكر بقلحق اصدقائي كلهم يجون المراعي. استمتعت في مراعي والحيوانات والخيول والصقور والقطط والكلاب، وايد استمتعت عشان شيب وايد اشياء. ما بين الخيال والواقع تعرف الاطفال على الكثير من الحيوانات والطيور، خصوصا تلك التي تظهر في برامجهم الكرتونية المفضلة على شاشة التلفاز، وها هي أيديهم الصغيرة تلامسها بحب بعد أن كانت معرفتهم بها مقتصرة على الشاشة. شفت حيوانات ما شفتهم من قبل، وبعد شفت فن وأشياء. مرة أنا واستانت فيها وحبيت، يعني استانت وفي بقر وعنز وذي وايد حبيت يعني. عجبني المراعي وايد، وصراحة أتمنى أن أصير مرة ثانية هنا في وجه أشياء حق جهة ألعاب، في حيوانات أول مرة نشوفها نادرة الحين. في مراعي أصبح الأطفال أكثر قربا من حيواناتهم الأليفة، حتى وإن بعضهم يحرص على اقتناء حيوان أليف في كل موسم. وايد استانست في مراعي لأنه كان في وايد حيوانات، وشريت يمكن 4 حيوانات، والحين عندي 2 كيوت بانيز، ونشكر الملك على هاي المكان الجميل. وايد استانست هاي السنة مع مراعي، كل سنة آي واشتري حيوانات، والعروض وايد حلوة، وايد استانست، وكل سنة إن شاء الله آي، وشكرا الملك. أحباب الله كانت أوقاتهم مليئة بالمرح والفرح، تخللتها معلومات عامة عن الحيوانات المعروضة. حبيت وايد استانست، والقطط والطاووس، أنصحكم من الطيور. أجواء مسلية صممت خصيصا لأطفالنا الأحباء من خلال تشكيلات متنوعة ضمتها أروقة المعرض، من سلالات متميزة لمختلف الحيوانات والطيور، وصولا إلى المشاهد التمثيلية التي تم تقديمها على مسرح مراعي. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.